يوم انت الخير والبركه، ربنا يعطيك الصحه والعافيه. لقد كنت بس راضين عليه انت وبي، والله العظيم معاه من الدنيا دي حاجة. الطريق يا امه تعب، رجعت تعب. الطريق اللي كنا نقزعه بساعتين رجعنا نمشيه بيوم، لكن التعب هذا كله يهون يوم لما اوصل لعندك واشوفك وابوس يدي. الله يحفظك يا امه. يا امه الان ليش تبكي؟ يعني ضروري ابكي. ولا يا امه والله ان دموعك غاليت علي. يا امه ابشري والله لنعمل لك العمليه وتقومي بصحه وعافيه. سلم على امك، سلم على امك، قول الله يعافيه ويسلم ان شاء الله. يا امه صاحبي سلم عليك. امين امين يا رب. امين يا امه. الله يحفظك يا امه. نتواصل على خير. كم قالوا لك حق العمليه؟ 20,000 دولار. 20,000 دولار؟ اوف. هذه يا سليم من غير حق التذاكر وحق السفر وحق حاجات كثيره. يعني شغل الغربة وشغل 7 سنين كذا قرح قوي بلحظة. مالك يا سليم؟ ايش هذا الكلام اللي تقوله؟ هذا امي، والله لو افديه بعمرك كله مش بس البياس. الام ام ما تغلى عليك كنوز الدنيا كلها، بس انا اللي قصدي يعني انه التعب كله ذا شوف جا لك حاجة. معليش يا صاحبي، وانا بظهرك واي حاجة تحتاجه انا موجود، ما بقصر. الغنيمة يا رجال، صوتكم وصل، سلامكم لعنباكم، قوموا عليهم.